أعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية مساء أمس السبت أسماء الفائزين في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة طول كرم. وأوضحت لجنة الانتخابات في بيان صحفي أن 1600 ناخب من أصل 2257 ناخبا، أي بنسبة تقدر ب 71%، مارسوا حقهم الانتخابي في انتخاب 13 عضوا لمجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في محافظة طول كرم، وتنافس على مقاعدها 16 مرشحا. في هذا الملف وفي هذه الورقة على وجه التحديد متابعينا الكرام، يعني يقال الكثير مع ضيفتنا وستنضم لنا في وقت لاحق ميس فحماوي مديرة غرفة تجارة وصناعة الكرم. إلى ذلك الحين يعني أنتقل إلى ملف جديد. طيب تمام متابعينا الكرام، يعني نتوقف الآن ونرحب بضيفتنا عبر الخط الهاتفي، وتنضم لنا مباشرة الأستاذة ميس فحماوي مديرة غرفة تجارة وصناعة طول كرم. أستاذة ميس مساء الخير وحياك الله. يسعد مساكم جميعا، مساء جميع المستمعين. أهلا بك ضيفة عزيزة على نشرة وطن الاقتصادية. أنا يعني بداية أستاذ ميس دأقول يعطيكم ألف عافية، ويعني بوركت الجهود فيما يتعلق بانتخاب مجلس إدارة جديد لغرفة تجارة وصناعة محافظة طول كرم. أود من خلالك أستاذ ميس أن يعني تضعينا في صورة ما حدث بالأمس، كيف يعني من ممكن أن يعني توضحي لنا وتصفي لنا مجريات يوم أمس السبت، يوم الانتخاب ويوم طبعا الاقتراع، وطبعا فيما يتعلق بانتخاب مجلس إدارة جديد لغرفة تجارة وصناعة طول كرم؟ ربنا يعافيكم جميعا. بالتأكيد بعد تعليمات معالي وزير الاقتصاد الوطني بخصوص إجراء الانتخابات للغرف التجارية في كافة محافظات الوطن، كانت البارحة انتخابات غرفة تجارة وصناعة طول كرم. طبعا كان عدد الناخبين أو الذين يحق لهم الاقتراع حوالي 2256 ناخب. تم تقريبا نسبة التصويت كانت 70.9 بما يقارب 1600 ناخب. تمت عملية التصويت من الساعة 8 صباحا ولغاية 4، تمت بسلاسة وسهولة دون أي تعقيدات الحمد لله، ودون أي مشاكل أو أي اعتراضات. ما كان حتى في أي داعي لتمديد في الوقت. في العادة أحيانا ممكن يصير أنه يكون ما في إقبال من الناخبين على عملية الاقتراع، لكن صحيح. الحمد لله كان الإقبال كويس، وتم الإقفال بالضبط الساعة 4. وطبعا بعد الساعة 4 بلشت عملية اللي هي فرز الأصوات. فرز الأصوات كان عندنا 5 محطات اقتراع لأنه عندنا عدد الناخبين كويس، فتوزعت على 5 محطات اقتراع، وكانت النتيجة مثل ما حكيت لك تقريبا هي 1600 مقترع، 70.9 النسبة، والعدد الفائزين كان 13 عضو في انتخابات غرفة تجارة وصناعة طول كرم. طيب تمام أستاذة ميس، يعني ربما يعني جرى إعلان النتائج، ولكن الآن بصدد التوافق بين الأعضاء الجدد أعضاء المجلس الجديد حول يعني حول الأدوار وحول تقسيم المهمات، مهمات العمل والأدوار الوظيفية فيما يتعلق ب يعني التشكيلة يعني المرتقبة، هل هنالك أي جديد في هذا يعني في هذه الجزئية؟ من الممكن أن تطلعين عليه؟
طبعا اكيد ال 13 عضو بيستلموا، البعض منهم بيستلم مناصب معينه. مجالس الاداره في الغرف التجاريه فيها مناصب معينه مثل الرئيس، نائب الرئيس، في عندنا امين صندوق، نائب امين الصندوق، وامين السير ونائب امين السير. طبعا مع انه احنا عندنا الانتخابات انتهت الساعه الرابعه، وما بين اعلان النتائج الفرز واعلان النتائج لو الوقت متاخر من الليل تم الاعلان عن النتيجه. فهذا اكيد يعني بيتطلب انه المرشحين كلهم وحتى اللي كانوا قائمين على العمليه الانتخابيه بيحتاجوا لراحه، فما اتوقع انه تم الحديث حاليا في موضوع توزيع المناصب. لكن هو الصحيح خلال الايام المقبله او اليومين المقبلين بيتم الاجتماع، وفيما بين ال 13 مرشح اللي هم نجحوا الناجحين بتم الاجتماع وتحديد المناصب فيما بينهم بعملية من خلال عملية التصويت. احنا بالعادة يعني ممكن الناس تحكي انه هو اللي بيحصل على اعلى الاصوات هو اللي بيكون مثلا الرئيس وهكذا، لا، هو الصحيح انه بيتم الاعتماد المناصب بناء على التصويت فيما بينهم. صحيح التوافق. طبعا في كمان شغلة بحب انوه لها، انه لا تقتصر المناصب فقط على المسميات اللي انا ذكرتها. احنا في عندنا في مجالس الغرف التجاريه لجان توزع، يعني في عندنا لجنه اقتصاديه، لجنه علاقات عامه، لجنه زراعيه، لجنه سياحيه، كل عضوين مثلا او ثلاثه بنفرضوا على لجان معينه وبيستلموا هذا الملف. فبتوقع انه كل مجلس الاداره بيكون عباره عن خليه نحل، يعني مش شرط انه انا مثلا ما حصلتش على مسمى معناته انا ما الي وجود في المجلس، لا، هم بيشتغلوا بطريقه تكامليه. تمام. استاذه ميس، يعني نحن لا نريد ان نستبق الاحداث، اكيد بالتاكيد الان في 13 عضوا جديدا، دماء جديده، لديهم خطط، لديهم تطلعات، وايضا يعني لديهم يعني ربما حلول وتطبيقات للتحديات الاقتصاديه اللي بتعيشها محافظه تلكرم. ولكن انا بحب استثمر فرصه وجودك معنا وان نتعرف من خلالك ومن خلال متابعتك الحثيثة وشبه اليومية يعني للتحديات وللصعوبات الاقتصادية في محافظة تلكرم على الأولويات، يعني هذا المجلس الجديد حسب تقديرك وحسب متابعتك أين يجب أن يركز، على أي القضايا، على أي يعني التحديات؟ أكيد طبعا إحنا كل محافظة في الوطن لها خصوصيتها. إذا بدنا نطلع إحنا بداية كطول كرم، نطلع خصوصية طول كرم، طول كرم إلها ميزة إنها قريبة من الداخل الفلسطيني. فهاي نقاط جذب ممكن إحنا نستثمرها، وهم سواء كان المجلس القديم أو المجلس الحالي القادم، هاي نقطة جذب للمجلس إنه يشتغل عليها ويقوي علاقاتنا مع إخواننا في الداخل الفلسطيني، وهو فعلا إحنا اللي بنعمل عليه، لأنه السوق الكرمي بيعتمد اعتماد كبير على الزائرين المتسوقين من الداخل الفلسطيني. التحديات أكيد هي تحديات واحدة على مستوى كل المحافظات، من سواء من الوضع الاقتصادي، وخصوصا إنه إحنا خارجين من بعد سنتين من أزمة كورونا. وتأثير الوضع الصحي أثر كتير على الوضع الاقتصادي، لحد الآن ظلاله موجودة على الأسواق الفلسطينية. فهي هون الفكرة إنه أنا كيف أنشط الأسواق الفلسطينية، إضافة لكيف أدعم المنتج الوطني الفلسطيني بحيث إنه يصير في ترويج له في المحافل العربية والدولية. هذا كمان بيعزز الاقتصاد عندنا. كيف أنا أقدر أجذب استثمارات من الخارج أو المغتربين الكرميين أو الفلسطينيين بشكل عام إنهم يعملوا استثمارات في محافظة طول كرم والمحافظات الثانية. هذا بيؤدي كمان لتخفيف البطالة. كثير من البرامج وكثير من المشاريع انطرحت، وأنا بتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. وبتمنى فعلا إنه يكون في تغيير استمراري للي كان موجود من قبل. احنا بنعرف انه كل مجلس فيه له انجازات معينه. صحيح. واكيد المجلس السابق الحمد لله يعطيهم العافيه ما قصروا، كان لهم كثير انجازات. كل مجلس بيجي بيبني على انجازات ما سبق، وبتوقع انه طالما احنا بنمشي بهالنفس هذا اكيد رح نكون في الاخر نوصل للي بدنا اياه برغم كافه التحديات. نعم. وانت يعني بجوز كمان استاذه ميس بحكم متابعتك يعني للعمل يوميا واطلاعك على الحركه عمليا في طول كرم تدركي بانه الصعوبات هي صعوبات كبيره وهي تراكميه، لانه في شيء بعد يعني لا زلنا نعاني من ارتدادات الجائحه، الاسواق لا زالت تعاني في كل المحافظات.
إضافة إلى تأثير ارتفاع الأسعار وأسعار السلع بشكل عام، هذا يعني كلها تحديات كبيرة، وبتخيل أنه بحاجة لجهود كبيرة كمان بالمقابل للسيطرة عليها أو لمحاولة يعني إيجاد حلول وتطبيقات خلينا نقول قابلة للتطبيق لتحسين الوضع الاقتصادي عملياً. صحيح صحيح، إحنا مثل ما ذكرت حضرتك إحنا في عنا تحديات كبيرة، هي ممكن هي تحديات أكبر أحياناً أكبر من قدرة المؤسسات، لكن في الحقيقة في بعض الإجراءات البسيطة اللي ممكن تتخذها المؤسسات بشكل عام، وخصوصاً أنه إحنا مثلاً في محافظة طول كرم نتعاون مع كافة المؤسسات. العلاقة هي تكاملية وشراكة ما بين كافة المؤسسات في تنفيذ المشاريع والبرامج اللي بتخص محافظة طول كرم. هذا كمان أحد أسس النجاح اللي بتخلينا يمكن نسبق شوي في بعض الخطوات. فهذا شيء مهم، يعني أنت حكيت على الأسواق، وهو فعلاً الأسواق شبه خالية خصوصاً الفترة السابقة وهي الفترة الحالية، الأسواق شبه خالية نتيجة الوضع الاقتصادي اللي هو مثل ما حكيت لك على كل المحافظات نتيجة غلاء الأسعار، اللي هو بيرجع لأنه الغلاء اللي على المستوى العالمي انعكس بالتالي على كل المحافظات. لكن في كتير أشياء إحنا ممكن نعملها أو برامج ممكن تنفذ تخفف من تمتص من وطأة التحديات هاي. بس أكيد طبعاً مؤسسة لحالها ما بتشتغل إذا ما كان في تكامل. القطاع الخاص بدون الشراكة مع القطاع العام رح يكون أكيد في خلل. أنا باعتقادي النجاح هو التكامل ما بين القطاعين. كمان الشراكة ما بين كافة المؤسسات اللي هي المحافظة رأس الهرم، الغرفة التجارية، البلديات على اعتبار هي مؤسسات خدماتية وتقدم خدمات وتقع على عاتقها مهام في تنفيذ بعض الأنشطة اللي بتخص تنظيم الأسواق. كمان عندنا الأجهزة الأمنية يعطيهم ألف عافية، كمان هم هدول لهم دور، لأنه لا اقتصاد بدون أمن. صحيح، وهي أكيد معروفة يعني أكيد. فبالتالي هي حلقة متكاملة من التعاون ما بين الجميع. نعم، لا أريد أن أطيل عليك أكثر من ذلك. أشكرك الأستاذة ميس فحماوي، مديرة غرفة تجارة وصناعة طول كرم، شكرا جزيلا لك.